هلو يا اساطير، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس حبايبي الكرام، نعد لكم مقطع شيء شباب. مقطع اليوم شباب كلش اسطوري شباب، يعني عن جد ما قدرت الا ان انزل لكم مقاطع شباب. لهيك حبايبنا الكرام، بليز اتمنى انكم ما تملوا مني شباب، لانه كل شوي بتشوفوا عليكم نزل فيديو. هلا كم كل هذا الشيء شباب، لانه عندي هدف شباب، انا بحاجه دعمكم الاسطوري شباب، وكثير من المتابعين عم يشاهدوا المقاطع حبايبنا بس ما هم يشتركوا. بتمنى منكم تشتركوا يا اساطير. عندي هدف شباب نوصل لل 200 الف مشترك قبل العيد. اوكي يا اساطير، يلا شباب راح ندخل على الحاضنه. اوكي يا اساطير، مثل ما انتم شايفين شباب نزلت حاضنه اسطوريه شباب. طبعا يا شباب انا مش بسيرفر، انا بسيرفر ثاني. اوكي يا اساطير، مثل ما انتم شايفين شباب حاضنه اليو ام بي شباب. اوكي حبايبي الكرام، طبعا هي الحاضنه شباب نفس الحاضنه اللي نزلت عنا، بس ولكن راح تنزل الحاضنه بعد ايام الجاي. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب عنا اليو ام بي التمساح، عنا واحد من الضرر، وعنا اثنين من المعدل، وواحد يقل من السرعه حبايبي الكرام. وعنا اليو ام بي للتايجر يا اساطير، اثنين من الضرر، وواحد يخترق الدروع والسرعه قليله. اوكي حبايبي، خلينا ندخل نفرجيكم الاشكال شباب، نفرجيكم الاشكال كيف شكله. عن جد شكله حلو، يعني شوفوا شكل العيون التمساح وكل شيء وكل شيء. اول شيء نسيت معي اصحابي على الديسكورد موجودين كمان هلا يا شباب، اسمعوني. عندنا هون التايجر شباب، اللوز شيء اسطوري. هلو. شو رايكم بالحاضنه يا شباب؟ شو رايكم بالحاضنه؟ شوفوا معي، شوفوا هاي البقره. والله اسطوريه. شوف هاي الاشكال المضحكه يا اخي، اشكال مضحكه كثير 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 مضحكه على فكره، واحلى يعني انا الاخضر ما كثير حلو حبيته، بس هدول هذا بس. شو رايكم بالخاصيات؟ انتم شو رايكم بالخاصيات شباب؟ عندنا هذا فيه الضرر، شو الافضل شيء برايكم؟ ليك شباب راح نشوف. اوكي راح نشحن جوال شباب، راح نشوف شو راح يطلع لنا. انا هيك شايف برايي، وراح نشوف شو راح نجيب اللي بعد ما نحرق الحاضر، راح نشوف شو راح نجيب افضل شيء. ليك شباب بدي دعمكم الاسطوري شباب، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وبدنا يوصل هذا المقطع شباب اكثر من 20,000 لايك، لانه شباب شيء يعني سبقنا الاحداث. اوكي يا اساطير، يلا رح نشحن شوي جواهر، ليتس جو. اوكي يا اساطير، يلا نشحن الجواهر حبايبي الكرام. يلا بس ثواني شباب، ثواني راح. طبعا مثل ما انتم شايفين شباب الحساب صفر، ما في شيء ابدا، صفر جواهر شباب. رح نشحن الجواهر ونحاول نجيب، يعني نحاول نجرب اهم الاشياء. ويلي 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 ويلي، هاي شنو؟ شو صار هون؟ شخصية زينة. طبعا شباب بالنسبة لشخصية زينة شباب، روحوا على اخر مقطع على اليوتيوب شباب، اخر مقاطع نزلت لكم خاصية زينة وشخصيات زينة وكل شيء شباب. مثل ما انتم شايفين شباب رابح عنا 11,000 جوهرة. اوكي ما في هون شيء بزيادات هون. اوكي ما في. اوكي شباب لوز هون معنا شباب 11,000 جوهرة شباب حلوين. هل انتم جاهزين يا اساطير؟ I'm the leader of the pack. او ماي جاد، شوفوا يلا شوفوا ليتس جو. اوكي شباب يلا، اول ضرب العيون مين شباب؟ يلا العيون مين؟ العيون المتابعين الحلوين، اول 5 لفات ليتس جو everybody. يلا طبعا شباب شايفين هنا عندهم مخطط واحد وما في، يعني ما اعرف غريبه. شوف باجات الفاير باس، يلا بدنا حجر، ما في حجر. يلا هل ضرب العيون عزيز؟ ويل لا مستحيل. عزيز حظك بيض عزيز، اقسم بالله. اوه حجر. لوس حجر. لا تحكي على حظي لا تقرب. يلا هذا ضرب العيون لعيون يوسف. يلا يوسف روح. يلا يوسف الاسطوره مخطط، يلا بدنا قناع. يوسف يسعد دينك يوسف، مخطط كفو اسطوره. يعني الواحد جاب مخطط، واحد ثاني جاب حلو لوس كفو. يلا هالمره لعيوني ممكن ولا لا شباب؟ لعيونك ممكن. يلا لعيونك، يلا روح، يلا نشوف، يلا ليتس جو. حجر يسعد دينك كفو بقناع، يسعد دينك مخطط. صورة لك صورة يا سلام. لوس يلا هالمرة لعيوني شباب. لعيون أول واحد يحط لايك في الفيديو. روح أول يا لايك، نشوف مين راح يحضر، نشوف مين راح، هي راح تكون لعيونه. أوكي اكتبوا التعليقات، يعني انه هي كانت لعيوني. اوكي اللي حط اول واحد لايك، طب ماشي هاد الضربه اللي حط ثاني واحد لايك. طب ماشي نشوف. يلا يا ملي. طب هي خلينا الثاني واحد، هي الثالث واحد. يلا روحوا.
والله كل واحد كل ما يحط لايك من التعليقات راح تقول يقدر يطلع عيوني قول لي كفو ضربه حجر والله كفو اسطوره هاجو اسطوره اسطوره اسطوره. طب يلا شباب هل مره العيون مين؟ العيون مين؟ العيون شبابنا اللي غايبين اللي بانوا العيون شبابنا الغاليب غايبين العيون كل الحلوين العيون السكواد الاسطوري. يلا ليتس جو. وحجر كفو عليهم حجر اسطوره حجر لوز اللوز شبابنا حجر. هل العيون مين شباب؟ يلا عيون مين عيون مين عيون مين مش عارفوا شو شباب العيون العيون ولا حدا حجر حجر جاب لي حجر اسطوره. هكا شباب هل مره العيون مين؟ يلا هاتوا لك شوف العيون العيون مين؟ عيون عزيز روح عيون عزيز. يلا هل نرجع نضرب العيون عزيز نرجع من اول وجديد العيون عزيز العيون بيوسف عزيز حظك بيت هاي العيون يوسف يوسف اسطوره كيفو يوسف حجر 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 اسطوره. يلا هالمره العيون مين شباب؟ العيون العيوني حجر لوز طبعا شباب هاي نضرب هاي كمان العيون ولا واحد العيون ولا واحد العيون ولا واحد بناء. يلا يلا شباب يلا يلا خلاص خلاص العيون الكل هلا العيون الكل هسه في العم كيف ولا لا العيون كلها لكم شباب ليتس جو نحرق ابو الحاضر يا شباب ما نخلي شباب فرجوا الحرق فرجوا 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 ابلع 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 ما في شباب كل ابلع ابلع والله في حد كثير ايش هذا الحظ هي ثواني شباب هلا سمع 17 حجر شباب وخمس اقنعه خلينا نحسبهم شباب 17 18 شباب شباب راح نحاول نجرب الكلات خلينا نعمل حسب حسبه سريعه شباب اول شيء نحسب نحسب الحجرات تمام الحجرات اللي هي اول شيء الحجر الذهبي نجيب اول اثنين 15 هذو 15 الحجرات الاثنين الاولين و20 26 حجره تمام. بالنسبه للاقنعه شباب راح نجيب خمسه هون خمس اقنعه 5 6 7 8 9 8 9 اقنعه تمام. يعني شباب نكمل اول حرق اربع اقنعة ابلع يلا ابلع هاي حلو بدنا القناع بدنا القناع بدنا القناع شباب بدنا القناع اعمل وحدة بخمسة اعمل وحدة بخمسة ابلع قناع قناع حلو يلا تمام بقى ثلاث اقنعة يلا ويلي 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 عاود تاني حجر حجرين حجرات تقريبا اكتملوا بدنا قناع حلو القناع هاي القناع شباب يلا قناع تاني قناع تاني لسه يلا بدنا القناع تلت حلو قناع كفو 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 خلص مع حجر كمان شباب باقي 1400 شباب 1400 شو نقدر نعمل فيهم شباب شو نعمل فيهم يا شباب؟ حسن جبنا كل شيء شباب جبنا كل شيء خلاص خذ الاسلحه خلاص هيك ناخذ الاسلحه يلا يا شباب اول شيء ابلع ايه تمانو ابلع يا جميل بدنا نجرب كل الشباب ما في شباب بدنا نجرب كل الشباب راح نجرب كل شيء شباب راح نفرجيكم كل شيء شباب ما في ما في مزح بالامر راح نفرجيكم كل شيء شباب نجيب كله ابلع يلا باقي هذا كمان هذا هو الحرق هاد ابلع لوز اللوز اوكي شباب جبناهم كلياتكم جبناهم كلياتكم شباب جبناهم كلياتكم جبناهم كل شيء شباب لوز اللوز يلا هلا شباب رح ندخل نشوف الاسلحه شباب رح نشوف شو هو شايفين رح نشوف مع بعض شو هو افضل الشيء اللي بتعرفوا فهمتوا علي كيف اوكي رح ندخل لين نجيب هذا شوف شباب رح نجرب اول شيء باغلى واحد تمام اغلى واحد رح نزود شباب ما رح نشوف الخاصيات رح ندخل وبعد نجربه بالتدريب شباب اوكي تدريب ما نقدر ندخل شيت مان ليش ما نقدر ندخل لازم تفهم اوكي 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 ثواني اوكي حبايبي الكرام طبعا شباب بنلون الحساب يعني مستوى خفيف كثير ما راح ندخل نجرب هيك راح شباب راح نجربه من هالمسافه شباب فهمتوا على كيف راح نجربه باللوبي اوكي يا اساطير طبعا هون خلينا نشوف هذا اللاعب 27 27 يضرب هيد شوتات يا اخي جيب هيد شوت على الرواق هذا عم برفع يعني على اعلى شو 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 عم نروح الايمن على واحد ثاني 26 26 اوكي طبعا ما معنى الكره وقف شوي وقف بعيد 26 26 19 شوفوا معي 26 على الجسم عادي نجيب الهيد شوت
143 هيد شوت. اوكي لوز اللوز. يلا بدنا نطلع نشوف الثاني شباب. والله 50 يعني والله ماشي بوشي. بدنا نطلع نشوف الثاني شباب. ليتس جو. اوكي حبايبي الكرام، لا شباب جربنا الـ هذا، راح نجرب الان شباب اللي هو اللي بعده اللي هو البقره. اوكي استني راح ندخل نجربه شباب. هذا راح نشوف شباب، هذا كان فيه ضرر واثنين بسرعه. اوكي بينما هذا شباب فيه الضرر وفيه المدى، يعني بالرومات راح يكون لوز لوز. يلا ندخل ونجرب هذا كمان يا شباب. ليتس جو. تدريب صار المستوى. يلا شباب دخلنا هون شباب، راح نجرب هذا اللي فيه المدى. اوكي يعني من بعد شيء اسطوري. اوكي استنى شوي. هي 26 ما لاحظت الهيد شوتات مش كثير توب توب. هنجي لهون طبعا ما في مثبتات شباب، ما في مثبتات ولا شيء شباب. فهمت؟ ها باتمان ما في جقة ما في. لا لا هذا مدى 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 يعني شيء بعيد، يعني شيء لوز يعني بعيد. شو تعالي نفتح السكوب نشوف السكوب. اوكي طبعا ما في ولا مثبت شباب مثل ما انتم شايفين، ما في مثبتات والله. بالمدى يعني شيء حلو. ها بالمدى بالمدى شيء تمام بالمدى يعني، بس ما في دقة، صفر دقة يعني شباب. شايفين معي 23 23. اوكي لنشوف اللي بعده شباب. ليتس جو. اوكي شباب الان صار وقت نجرب. خلينا نجرب هذا يا اساطير. هذا فيه معدل اطلاق النار واثنين من الدقة، يعني راح يكون سريع ودقته حلوة. لكن خلينا ندخل شباب ونشوف الاوضاع. خلينا نجرب هذا يا اساطير، هذا اللي يشبه بنظارات ما بعرف. خلينا نشوفه يلا ليتس جو. اوكي 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 شباب. اوكي شباب عندنا هذا شباب راح نجربه الان نشوف. معنا 32 ثانيه نجرب دقه. هذا فيه دقه حلوه، هذا فيه دقه 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 وسرعه. والله شايف هذا هذا والله ماشي بوشي، هذا ماشي بوشي الصراحه. هذا شايف انه شيء 25 يعني فيه دقه اسطوريه. طبعا ما في ولا ها لا هذا ممتاز. شو رايكم بهذا شباب؟ الرصاص بيروح مجتمع، الرصاص بيروح مجتمع. شايف؟ والله شيء حلو. والله هذا عجبني يا اساطير، هذا عجبني يا اساطير. والله هذا اسطوري شباب. يلا نشوف اللي بعده شباب، ليتس جو. اوكي شباب الحلوين، الان بما انه وصلنا للاخير شباب البقى واحد اللي ما جربناه، راح نجرب لكم الاخير شباب. كل هالشيء شباب لعيونكم شباب، نزل لكم مقاطع اسطوريه شباب، كل هالشيء لعيونكم يا حبايبنا الكرام. وبنفس الوقت يعني مش فهمتوا علي. اوكي يا اساطير هذا جربناه ولا لا؟ لا هذا لا هذا ما جربناه. هذا هو الاخير، هذا هو الاخير. طبعا شباب هذا فيه ضرر واختراق ضرر، طبعا ما راح نشوفه كثير بال 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 هذا، بس ولكن راح ندخل ونشوف شباب. خلينا ندخل. طبعا شباب انتوا الشيء اللي شفتوا افضل شيء صراحه، انا شايف الشيء اللي شفته الكويس على حسب نظري ونظر الشباب اللي هو قبل هذا، يعني هذا فيه دقه وفي سرعه كمان. فهمت علي؟ يعني دقه عنده دقه حلوه وفيه سرعه اسطوريه. قول وينه هذا؟ وين وين سكين؟ لا يا رب لا اطلع نشوف وين سكين شباب. نخلو نجرب السكين شباب، لا يكون ما عملت له زهار ولا شيء. هات نشوف. ما عملت له. هات نشوف. ما فعلت. هات نشوف رشاش. هذا هو عرض في الفريق. ايه عرض. ضرر. يلا ندخل نشوفه شباب هذا. ليتس جو. لا تقول لي ما راح نمشي نجيبه اول. ليتس جو ايفريبادي. يلا حبيبي الكرام. يلا. اوكي هذا هو شباب، ركز معي. قول لي. قول لي. جد 154 كان. 54 هيد شوت. هذا اقوى بالهيد شوت. هذا فيه ضرر، فيه اثنين من ضرر، هذا فيه اثنين من ضرر شباب، لا تنسوا انه فيه اثنين من ضرر. اثنين من ضرر، اثنين من دمج، دمج اسطوري. 28 28 في الضرر. والله شباب ما اعرف. الصراحة حبيبي. طبعا بحاول اضرب على الاصفر شباب ونشوف الدمج ونشوف، نحاول نشوف ايش اكثر من الاشياء. 45 والله والله هذا كمان ماشي بوشي شباب. يعني يعني شباب الصراحة يعني ما بعرف شو بداخلكم، ما بعرف شو هو الأفضل الشيء يعني. فهمتوا علي كيف؟ لهيك شباب بدي اياكم تكتبوا لنا بالتعليقات اوكي يا اساطير، وتكتبوا لنا انتم شباب على حسب الشيء اللي شفتوه معنا اوكي بين هذول الأربعة يا اساطير. اوكي حبايبي الكرام عنا نرجع نشوف الأسلحة. اوكي خلينا ندخل نشوفها من الحاضنة. هذا هو شباب عنا، هذا شباب اللي هو الأخضر التمساح تمام. عندنا هذا فيه واحد ضرر وفيه سرعه، بس ولكن بسرعه تحميل خفيف تمام لوس، بس ولكن فيه سرعه كثير يعني سريع كثير. اوكي شباب لهيك شباب بدنا نرجع نشوف هذا، رح نرجع نحط هذا شباب اللي هو
اللي فيه السرعه يعني معروف بالاسلحه انه الاسلحه اقوى شيء بيكونوا بالسرعه. طبعا شباب ممكن باي وقت يعني يصير تحديث او شيء ما بنعرف، لهيك شباب اكتبوا لنا بالتعليقات اعطونا رايكم بالاسلحه، لنشوف مع بعض نقارن بالاسلحه حبايبي ونشوف. طبعا حرجع اجرب هذا عشان نشوف مره جديد يعني هذا يضرب 24 بس ولكن سريع، شايف 24 شايف معي ثواني هيد شوت مثلا يضرب على الهيد شوت 143 هذاك كان يضرب، هذاك كان يضرب 100 يعني 54 شوفوا شايف بس ولكن سريع 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 في السرعة في السرعة ايه شوف السرعة شوف السرعة شوف السرعة يا اخي السرعة السرعة يا اخي شوف الثواني شوف 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 بضرب الثواني شايف؟ ايه اي حاجة أوكي. في اللعبة الفري فاير فيها رود اوف فاير احسن شيء تكون فهمت علي؟ صح صح القرش صح 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 لاقي يا شباب بدي اياكم انتوا تقرروا يا حبايبنا الكرام. انا يعني بالنسبه لي شباب على حسب ما بعرف حسب تجربتي شباب الاسلحه دائما تكون فيها ضرر وسرعة يعتبروا افضل شيء شباب تمام. طبعا عندنا هذا اوكي هذا الضرر هذا السرعة عندنا هذا كان حلو هذا ضرر اسطوري بس ولكن بسرعه الحركه يا شباب لاحظت عليه من شوي لانه في تذكرت يعني ببطئ اللاعب تمام. بالنسبة لهذا شباب هذا عنده الضرر والمدى من بعد يعني هذا شباب بالرومات يكون أسطوري. وعندنا هذا الأخير اللي فيه الدقة. شو بالنسبة لكم شباب؟ شو بالنسبة لكم شباب أفضل أفضل واحد فيهم؟ بالنسبة اللي فيه الريتو فاير اللي فيه اثنين سرعة هذا هو مثل ما أنا بقول. عزيز شو بالنسبة لك هو أفضل شيء؟ أنا بقرة هجاداته أحسن بيجيب هجادات أسرع هذا ويعني حتى تكون في مدى طلعوا هيك صح صح مخزن سي. اوكي اوكي حبايبي الكرام بدي اترك لكم انتم تقرروا شباب الافضل افضل شيء. اوكي حبايبي الكرام ان شاء الله عجبكم مقطع شباب. طبعا هالمقطع شباب وراح ينزل مقطع بوقت متاخر بعرف شباب راح تشوفوه انتم ما راح تقصروا معنا باللايكات والشيرات وكل شيء يا حبايبنا الكرام. بنشوفكم ان شاء الله على خير بنشوفكم فيديو جديد شباب. سلامات ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا حبايبي الكرام واللي مش مشترك يشترك يا اصدقائي. باي باي شباب. شباب بترك لكم اخر كلمه لكم. I'm the leader of the pack. آخر كلمة لكم حبايبي. كلمة أي واحد شباب يحط لايك عليكم ونصلوها تقريبا 20,000 لايك الدراري يلا 20,000 لايك. I'm the leader of the pack. وقت الاشتراك معكم سبسكرايب. I'm the leader of the pack. الله يخليك. عزيز آخر كلمة لك معلم. بدنا طلب صغير بدنا نوصل قبل العيد ل 200,000 إن شاء الله. وإن شاء الله اليوتيوب بس يقوى راح يكون في كتير أشياء على اليوتيوب هدايا راح تكون لكم على اليوتيوب ويلي عنده. اكثر تعليقات واكثر اعجابات بالتعليقات. اوكي حبيبي كمان بتشكركم كثير شباب بشوفكم مقطع جديد. سلامات كان معكم اخوكم عليكم وجماعته. باي باي.